لتحضير فطيرة اللبنة مع الزيتون بأنواعه أخضر وأسود، للعجينة نص كوب عصير سائل أو كوب إلا ربع حسب طحينك حسب المستخدم، معلقة كبيرة خميرة، 2 معلقة كبيرة من السكر، 2 معلقة كبيرة من الحليب المجفف، البودرة شو ما يكون نوعه ما بيفرق، ربع كوب من اللبن الزبادي أو اللبن الرايب، ربع كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي، 2 كوب من طحين الجمل، رح أستخدم الزهرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر واللي هي الخميرة الكيميائية، ونصف معلقة صغيرة من ملح الكسيح. الحشوة: لبنة، خيار، بندورة، زعتر الكسيح اللي بسمسم، زيتون أخضر، زيتون أسود، زيت زيتون، دبس رمان، خبز مقلي، نعنع، سماق، شطة. أنا حطيت لك كل إشي بس أنت حطي اللي بدك إياه، تمام؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي الحليب، أهم إشي كيف تحضريه، بعدين الخميرة، بعدين السكر عشان الخميرة فوراً تبلش تشتغل. الحليب دافي ولا فاتر هذا بيفرق معاك بوقت التخمير، يعني أنا الصبح مستعجلة بدي أحضر عشان نطلع هوا دفيت الحليب، هلأ أنا بس بدي أعمل لك الطريقة قدامك، فالحليب بارد أكيد بحرارة الاستديو، تمام؟ بعدين راح نحط الملح من الكسيح، البيكنج باودر، النواشف بعدين اللي هي الحليب المجفف البودرة، نحرك ونمشي مباشرة على اللبن، لبن رايب، لبن زبادي، قديم، جديد، ما بيفرق، أي إشي عجائن في عالم العجائن كل مكان اللبن قديم هو نوع من أنواع الخمائر الطبيعية، أنا عم باخذ شغل بدون ما أتغلب، تتركز فيه الخمائر بطريقة غير شكل، فأنا بحب اللبن القديم، فدايما عندي بالثلاجة هون بالبيت بأي مكان، دايما في عندي لبن تحت إيدي قديم، قديش قديم؟ يومين ثلاثة بالثلاجة، لبن. بعدين رح نجيب طحين الجمل الزهرة، لهاي الفطيرة بزبط زهرة متعدد استعمالات زيرو أو تبع البيتزا بجنن، رح استخدم اليوم الزهرة بحب أشتغل فيه، من طحين الجمل اسم أردني موجود بالأسواق الأردنية وبتم تصديره للعديد من الدول. طحين هلا أنا قلت لك 2 كوب بس من بيت لبيت أنا ما بضمن أو من دولة لدولة، فرح نعمل بسم الله الرحمن الرحيم، حطي 2 على جنب عيري وامشي وشوفي شو بصير معك، زدتي زيدي، شفتيها مسكت، الخليط المطلوب مش عجين، الخليط المطلوب خليط كيك بالضبط، أنا كله معيرته بنفس الكوب بس أنا بدي أشتغل قدامك عشان تشوفي المطبات اللي ممكن تصير معاكي كست بيت في البيت، ممكن تقولي إنه وصفة الشيف غلط وممكن تقولي أنا أبصر بإيش أخطأت والشغلتين مش مزبوطين. يلا هنكمل شوي شوي، مني بدخل فيها الهواء ومنه أنا شغالة صح، نرجع نبلل الطحين شوي شوي، تضربي بالويسك أو بتستخدمي خفائة الكيك براحتك. آخر إشي رح نحط بسم الله الرحمن الرحيم زيت الزيتون بعد ما أنا رطبت الطحين، ونحرك بسم الله، هننزل، تستخدمي خفائة الكيك أو بالوسك أو اللي هو المضرب الحديد زي اللي بدك إياه، هاي بدي أورجيك كيف صار قوامها زي الفوم بالضبط، بس قوامها تقيل مش قوام الكيك الخفيف، كيف الباوند كيك نفس الفيلم. نخفق صح، ما رح نترك إشي، بعدين نرفع، شايفة قوام كيك بس تقيل تقيل مش سلس مثل الباوند كيك تماما، تمام، أو كيكة الجنواز الإسفنجية. بعدين لما نقول فطيرة وبدي أحشيها يعني مش رغيف خبز مخبوز، رح نجيب قالب الماربل كيك أو اللي إحنا بنحكي ستات بمصطلح البيوت القالب اللي فيه جورة، شو هو القالب اللي فيه جورة؟ في هون إسوارة، لو أنا قلبت القالب رح يصير هيك في عندي زي الصحن أقدر أعبي فيه، فهذا بنحكي عنه قالب الماربل كيك. رح نجيب أوكي زيت أو زبدة من الكسيح، لا تنسي الحواف دائما في القوالب، ونزلي القالب تباعا، روحي على الفرن على درجة حرارة 200 مش 180 لأنه في خميرة، ها فهذا مش قالب كيك في خميرة، وطالما في خميرة فمعناته بده حرارة، فأنا بين البنين لا أعلى درجة ولا 180 حطيته على 220 بالرف الأوسط،
وخبزته بس بدون مروحة. هلأ بدنا ننزل القالب وأروح أخبزه. أول ما يطلع القالب بتحطي تحتيه فوطة مطبخ رطبة عشان يقلب معك بدون ما يلزق. هالشكل خليه يرتاح شوي. الكيك زي العجين زي الفطاير أي إشي خليه يرتاح، زي الكعك المعمول نفس الإشي، كل ما ارتاح كل ما أعطاك نتيجة أحسن. بعد ما نخبزه رح تشوفيه زي القواعد الجاهزة هناك، رح نجيبها أنا وياكم ونبلش نحشي فيها مباشرة. وهي بلش قلب البريق الشاي يقلب. بسم الله. في شكلين لقوالب الماربل كيك بالسوق، في شكل قالب مثل تارت وفي شكل قالب هو اصلا ماربل كيك، فانت اختاري اللي بيناسبك. يلا هنجيب معلقه. بسم الله. ونبلش نحط اللبنه. طبعا هاي الفكره أنا جربتها بحمص بالأفوكادو، لبنة حمص بالأفوكادو متبل فخامة على البوفيهات، تجمعات الستات مثلا، زوجك عازم أصحابه، ابنك جاي بأصحابه من الجامعة. يعني هاي شغلات بتقدري أنت تتصرفي فيها قبل بيوم تسعفك، وعلى السريع بتروحي بتحطي لهم شوية هاللبنة فريش قبل ما تقدمي لهم إياها على الفطور مثلا. أيوة تاخدي رضا حماتك رضا أمك، ما بتخلى يعني، كل واحد عنا له ظروفه الخاصة. فممكن تحط فيها متبل حمص، لحمة مفرومة مثلا وشوية حمص مطحون. يعني هاي أفكار انتوا أكيد تقدروا تعملوها أحسن مني بألف مرة. هنوزع اللبنة هالطريقة، نرجع نفرشها هون. بعدين رح نحتاج لشوية، حطيت أنا خبز مقلي طلع معي فكرة، شوية رمان مثلا، أوراق نعناع براحتكم. والشاي يا ويلي صار أكرك، هاي طفيت عليها. تمام نوزع عشان ما أكل عجين، أهم إشي هاي المعلومة إني ما أكل عجينة، فبدي الشغل يكون صح. نوزع عليه، وأهم إشي الحواف عشان نقدر نشكل الفطيرة. شوفي ما أحلاها فطيرة، يعني الواحد بيروح باله عمان إيش أو خبزة مخبوزة. طيب بعدين أنا جايبة شوية بندورة شيري، كله من المؤسسة، والمؤسسة صراحة حدث ولا حرج، المساحات والتشكيل الحلوة اللي عندهم توليفة كتير حلوة. وهي الزيتون، وراح أستخدم كمان زعتر الكسيح. الحلو بزعتر الكسيح إنه ما في سمسك كتير، ما بيعمل حزاز، يعني أنا بحبه لهاي الشغلة صراحة. وحموضته زاكية معتدلة. لهلا احنا لبني وزعتر هناخد كمان شوي ونحط على الفطيره الثانيه. الفطيره بتعمل لك حسب قياس الصينيه او القالب بالشكل. طيب وهي هون حطين. بعدين عشوائي بلشي ارسمي، سوي الالوان اللي بتحبيها هيك. كل وحده راح اعمل لها ديكور معين. ممكن هيك نساوي لها زاكية. وهون رح اتجه لموضوع اللي هي النقاط الثابتة للديكور. وطبعا هذا خبز عربي مقلي او حمصي بالاير فراير او اللاية الهوائية. طيب شو كمان هنجيب؟ شوية زواتين اسود اخضر خيار مثلا هيك، وحنبلش نعبيها عشان لما اقطع قطعه عن جد تكون محرزه قلبا وقالبا. محل استفيانا للي بعت لي امبارح، شفت مسجات كثير عن هالموضوع. محل استفيانا هو من عشبه الاستيفيا، اقراي عنها على جوجل، ابحثي عنها لحتى انت تضلي هيك مرتاحه البال والخاطر. موجود بالصيدليات، المرتبان اللي بيستخدمه للحلويات، العجين، السكر، الكب كيك، الكيك إلى آخره. الكياس اللي بده يحلي، الكيس الواحد فيه معلقة كبيرة
كبديل عن، يعني هم تقريبا معلقتين صغار من السكر الأبيض، بديل، محلي بديل. وبالنسبة للي بتحب تشوف مثلا أخصائي بالتغذية أو إلى آخره، يعني هاي أمور أنا مع، مش غلط، ولكن فيش إشي موجود في بالأسواق ما بيكون مع صحة المواطن، أعوذ بالله. كل شيء طبعا صحة المواطن هي الأهم ورأس المال. فرح نحط هون بندورة شري بالشكل، هالطريقة الحلوة بشكل عشوائي. هون راح أغير شكل البندورة بدون ما أفتحها، أحطها زي هيك طابات صغيرة عشان تاخدي أنتي كذا فكرة لطريقة التقديم. وكمان راح نقدم هون، راح نروح نستخدم شوية رمان هالطريقة. طبعا اللي ما بتحبي ما تحطي، انا بس بعطيكي افكار وانتي خدي الاساس واعملي اللي بدك اياه. هون راح نوزع بطريقة التوزيع كامل، اكيد انتو عندكم افكاركم دائما بالطريقة. شو ضل عنا؟ بدنا نحط الزواتين، زيتون اسود مقطع حب. انا هذا مخلي من النواة لقيته بالمؤسسة، واللي بيعجبني وبفش اللي قلبي صراحة انه في اسعار قريبة من برا، في اسعار في فرق، اكيد كلنا بنعرف انه ما في ضريبة، والاهم العروض، العروض بتفش القلب، يعني اشي واقعي تلمسي العرض صح، مش انه مجرد كلام زي كتير اسواق. فاللي بتشتري هي وبتتمون لبيتها، بس حتى في كمان بعض المسجات انه بزبط انا اروح اشتري. طبعا التسوق للجميع بالمؤسسة وصار متاح لكل المواطنين، اي حدا بيقدر يفوت ويشتري ويستمتع. نعم يا حبوبة القلب والخاطر، ممكن تحطي زيتون اخضر، ممكن تحطي شطة، دبس رمان، نعنع ورق، براحتك. كيف بس يا ورود؟ لوحة. تمام، تقدميها مع كاسة شاي وادعوا لنا ان شاء الله صحة وهنا والف عافية على قلوبكم. حارجع بس احط التاتش الاخير على فطيرة اللبنة ونودعكم عشان نشوفكم غدا ان شاء الله تعالى. وبعد ما حطيناهم كلهم راح نجيب شوية دبس رمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هالطريقة طالما احنا هون اخذنا نقاط ثابتة بالتقديم، بتروحي على الشكل الدائري، وطالما الجهة الثانية بشكل مبعتر فبنروح كمان بخطوط طولية. فطريقة التقديم بلحقها طريقة عرض، وهيك بنكون عملناها بشكل كتير حلو. يا ويلي طعمها بشهي القلب مع الخبز المقلي ودبس الرمان، رهيبة. وكمان بقول لك حط نقطتين زيت زيتون، بخاخ الكسيح رح يحل لي الحل من بخاخ زيت الزيتون بهالطريقة، لأنه في لبنة وطعم الزيت من الكسيح إشي مرتب. بعدين رح نجيب ورقتين معنا ونقولكم السلام عليكم، ونشوفكم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى على خير وسلامة لنسوي كمان أطباق حلوة. صارت الفطيرة جاهزة رح نقولكم إياها، ديروا بالكم على حالكم، نشوفكم بكرة، باي باي.